إن الحمد لله نحمده وأستعينه وأستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم الأغر بوصيةٍ أوصى الله بها السابقين واللاحقين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى هي الاحتراس من المعاصي، ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وما أحوجنا إلى التقوى التي بها تفرج الكروب وتتنزل الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أحوجنا إلى التقوى التي هي ينبوع سعادة، لما وقعت في قلب الفضيل مد رجله في الماء البارد فقال وهو يأكل كسرات خبز يابسة: إن في قلوبنا لسعادة لو يعلم بها الملوك لجالدونا عليها بسيوفهم. فلست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها المسلمون الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأذن الله عز وجل لها: وإن ذلك أشد ما تجدون في الصيف وأشد ما تجدون في الشتاء، أي من البرد. بل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي أخروها عن وقتها حتى تنكسر الحرارة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فموجة الحر التي مرت بنا وقد تسببت في إزهاق أرواح كثيرة في بلاد غير بلادنا، ما هي إلا نفس لجهنم أذن الله عز وجل به في الصيف. فهل يذكرنا ذلك بنار جهنم كي نحترس منها بعمل صالح نقوم به اليوم في الدنيا؟ ولهذا فإن الكيس الفطن صاحب القلب اليقظ هو الذي عندما يمر بموجة حر يتذكر حر الآخرة. قال ابن الجوزي رحمه الله وطيب ثراه، قال: لو صحت لك فكرة كان لك في كل شيء عبرة. ما معنى ذلك؟ معناه أن المسلم إذا مر بحر تذكر حر القيامة، وإذا سمع صوتاً مزعجاً تذكر النفخ في الصور، وإذا جاءت حالة من الظلام تذكر ظلمة القبر. هذه من علامات يقظة القلب. قال ابن الجوزي:
فكل المخلوقات بين مبشر ومشوق، فحر الصيف يذكر بحر جهنم، وبرد الشتاء مذكر بزمهريرها. لذا فإن رجلا من الصالحين صبوا على رأسه ماء فوجده حارا، فأخذ يبكي، قيل ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وجيء للحسن البصري بماء بارد فشربه وأخذ يبكي، قالوا ما الذي يبكيك؟ واسمعوا إلى أصحاب القلوب اليقظة وإلى أصحاب الأحاسيس الراقية، قال تذكرت قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. بل رأت رابعة العدوية قوما يشوون خروفا فأخذت تبكي، قالوا ما الذي يبكيك؟ قالت إن الخروف يدخل النار ميتا ويدخلها ابن آدم حيا. وكان عبد الله بن المبارك يمشي مع رجال فأطفئ السراج ليلا، فلما أسرجه أحدهم وجدوا الإمام قد بللت دموعه لحيته، فعلموا أنه تذكر حين رأى الظلام ظلمة القبر التي يؤول كل واحد منا إليها بلا أنيس ولا جليس، حتى غلمانهم كانت عندهم هذه المشاعر الجياشة. يروى أن غلاما خرج مع قومه وأهله في رحلة، فلما أشعلوا نارا أخذ يبكي، قالوا ما الذي يبكيك ونحن في جو منعش ورحلة هانئة؟ قال رأيتكم تبدأون بصغار الحطب قبل كباره. ولذا فإن هذا هو شأن أصحاب المشاعر الراقية الذين تذكرهم الأحداث بكل حدث، يتذكرون موقفا يقربهم إلى الله عز وجل ويجعلهم أعظم احتراسا وأشد حرصا على النجاة من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك نحن اليوم أيها السادة قد نتقي من الحر بالجلوس في الظل، أو باللجوء إلى المكيفات، أو بشرب الشراب البارد والمثلج، ولكن هل أعددنا عصمة ووقاية لحر جهنم؟ يروى أن عمر بن عبد العزيز صار يوما في جنازة والناس يحملونها، وكان الحر شديدا، فرأى بعضا من الناس يلجأ إلى الظل أو يأوي إلى حائط حتى لا يغبر وحتى لا يصيبه الحر، فما كان من عمر إلا أن بكى وأخذ يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته يخشى الغبار ويخشى الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل تحت الثرى في جوفها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. ولذا فما أحوجنا إلى عمل يعتق رقابنا من النار. يروى أن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة أعتق رقبته من النار 30,000 مرة، حين أعتق بماله 30,000 نفس فحظي بهذا الشرف العظيم. وعتق الرقبة يعادل اليوم الدية، والدية عندنا في ديارنا وهي مخففة 25,000 دينار، فاضرب هذا العدد ب30,000 يخرج الناتج المال الذي دفعه عبد الرحمن بن عوف حتى يعتق بذلك رقبته من النار. وكان تاجرا، قال عنه النبي: لو تاجر في الرمل لربح. فلما سئل عن سبب ربحه أجاب بمسألتين هما درس للتجار:
قال لا أبيع نسيئة، يعني لا أبيع دينا، وأرضى بالربح القليل، لأن الربح القليل يجمع، إنما السيل اجتماع النقط، ومن القطر تدفق الخرجان. ولذا فإن عبد الرحمن بن عوف كان حريصا على عتق رقبته. وأنت يا مسكين إذا كنت لا تجد من المال ما تعتق به رقبتك، فإن السنة النبوية وفرت لنا من الأسباب والسبل ما لا يترك عذرا لأحد حتى يبادر بعتق رقبته من النار. وأول هذه الأمور أن تحرص على صلاة الجماعة 40 يوما. لا أريدك أن تفعلها 40 سنة كما فعلها سعيد بن المسيب يوم بكت عليه ابنته حين وفاته، قال يا بنيتي لا تبكي على أبيك، فوالله لقد صليت خلف الإمام 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، وما نظرت إلا إلى ظهر الإمام. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحظى ببراءة من النار. والحديث صححه حسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وحد تكبيرة الإحرام أن يكبر الإمام وأنت في الصف، فإذا انشغلت وأنت في الصف بأمر أخروي فلا حرج عليك، كأن يكون الإنسان يجهز ثيابه بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر خلف الإمام. أما إذا انشغل بأمر دنيوي فقد فاتته تكبيرة الإحرام وإن كان في الصف، كأن يسأل صاحبه بعد تكبيرة الإحرام، يسأله عن الرواتب، نزل الراتب أم لم ينزل، نزلت رواتب الشؤون أم لم تنزل، كلمات قليلة لا تتعدى الثواني لكنها تحرمك من بلوغ وإدراك تكبيرة الإحرام إذا كنت في الصف وكبر بها الإمام. ذلك لأن الذي يتصل بالسماء وبمولاه عز وجل ما ينبغي أن ينشغل بغيره. رأى رجل امرأة حسناء فأخذ يتحدث عن جمالها ويعجب بحسنها، قالت كيف لو رأيت أختي، أتحبني؟ قال أجل. قالت فكيف لو رأيت أختي؟ قال وأين هي؟ قال إنها أشد جمالا. قال أين هي؟ قالت هي خلفي. فتركها والتفت إلى أختها فقالت له تدعي هوانا وعينك إلى سوانا. فالذي يزعم محبة ربه ينبغي أن لا ينشغل بالله عن غيره. لذا مر أحد العلماء على راع يرعى الغنم لكنه يتحلى بعلم الخشية، فقال لهذا الراعي يا هذا ماذا تفعل لو أنك سهوت في الصلاة؟ قال عندكم أم عندي؟ عندكم يا فقهاء أم عندي أنا؟ قال كيف ذلك؟ قال عندكم في الفقه يسجد سجدتين لأنه سهى في صلاته. قال وعندك؟ قال عندي تقطع عنقه، فكيف يغفل عن مولاه من يجلس في حضرته؟ قال وما الزكاة عندك؟ أرى عندك غنما، ما الزكاة عندك؟ قال عندكم أم عندي؟ قال كيف؟ قال عندكم في الفقه في كل 40 شاة شاة، وعندي العبد وما ملك لسيده. فاحرص على الصلاة 40 يوما تحظى بعتق من النار وبراءة منها. والثانية من وسائل العتق أن تواظب على صلاتي العصر والفجر، لأن الله أثنى على الفجر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأثنى على صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ودليل أنها عتق من النار قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم لن يلج النار عبد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والوسيلة الثالثة للعتق من النار أن تواظب وأن تحافظ على 4 ركعات قبل صلاة الفرض الظهر
وعلى أربع بعد فريضة الظهر. جاء ذلك في حديث عند الترمذي وأبي داود وأحمد رحمهم الله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحافظ، وكلمة من يحافظ يعني تحتاج إلى مواظبة ومداومة، من يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وعلى أربع بعدها حرمه الله عز وجل على النار. وأما الرابعة من العواصم من التي تكتب لك عتقا من النار، فأن تحرص على مجلس ذكر ولو مرة في الأسبوع بعد صلاة الفجر إلى الشروق أو بعد العصر إلى الغروب. جاء ذلك في حديث عند أبي داود وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد آدم، يعني عتق أربع مرات، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد آدم. وأما الأخرى من التي تعتق رقبتك من النار، فأن تحرص على دعاء بسيط بعد صلاة الفجر لكنه ثقيل في الميزان عند الله عز وجل. شريطك أن تذكر هذا الدعاء قبل أن تتحرك وقبل أن تقوم من مقامك وقبل أن تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وحسنه الألباني، قال: صلاة ربي وسلامه عليه، قال: من قال دبر صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، من قال دبر صلاة الفجر ولم يثني رجله وقبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كان له بكل واحدة منها أن يغفر الله له خطيئة ويكتب له حسنة ويرفعه بها درجة، وكان له بكل واحدة منها عتق رقبة، أي يعتق عشر رقاب في جلسة واحدة وفي دقائق معدودة. وأما الوسيلة الأخرى من وسائل العتق من النار أيها السادة الكرام، فأن تذرف العين من خشية الله، هذه العيون التي يبست لما قست القلوب فأصبحت في المناسبات، هذا إن وجدت. ولذلك عليكم بالخلوات وتذكر الآخرة وتذكر القبر وقراءة القرآن مع التدبر، فإن ذلك يرقق القلوب، فإذا رقت القلوب انهملت العيون. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وحسن وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وأما الأخرى من وسائل العتق فإنها تربية البنات، إن بعضا من الناس إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مع أن تربية النساء أمر حث عليه الإسلام حتى نأخذ الأجر والمثوبة. وإن وجد الإنسان في قلبه بغضا لذرية من البنات ففيه نزعة جاهلية، الذين كان شعارهم دفن البنات من المكرمات، لكن جاء الإسلام ليكرمها. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البيهقي وصححه الألباني، قال: لا، ليس أحد من أمتي، ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار يوم القيامة، فكيف بالذي يسيء معاملتها ويحرمها من الزواج ويعضلها حتى لا تطالب بميراثها؟ إن امرأة وصل عمرها إلى 40 سنة وجاء إليها الخطاب كثر
ولكن والدها منعها من الزواج حتى يحافظ على الأرض. فلما حضرته الوفاة طلب من ابنته أن تسامحه، فقالت له: يا أبتاه، أسأل الله عز وجل كما حرمتني من الزواج أن يحرمك من الجنة، فماذا ستنفعه هذه الأموال؟ وهل خرج منها بشيء؟ انظروا إلى الإنسان عندما يولد ويده هكذا مقبوضة، فإذا مات الإنسان بسط يده، وفي قبض كف الطفل عند ميلاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة: ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء. وإن من أعظم ما يعتق الرقاب عند الله تبارك وتعالى هو حسن الخلق، لأن المسلم يقاس إسلامه بحسن خلقه وليس بركعات يركعها في المسجد. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم وصححه الألباني، قال: من كان هيناً ليناً ليسمع هذا الحديث، المعلمون في مدارسهم، والتجار في محلاتهم، والموظفون الذين يختلطون بالناس وربما يسيئون إليهم المعاملة، قال: من كان هيناً ليناً سهلاً يألفه الناس حرمه الله عز وجل على النار. لذا قال ابن الجوزي ابن القيم رحمه الله، قال: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. وإن من وسائل العتق من النار التي جاءت بها السنة النبوية أن تمشي في سبيل الله، أن تغبر قدمك، فزيارة المريض في سبيل الله، والإصلاح ذات البين في سبيل الله، وتكفير سواد المسلمين في سبيل الله، المشي إلى المساجد في سبيل الله. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي وصححه الألباني، قال: من غبر قدميه في سبيل الله فهما حرام على النار. من غبر قدميه في سبيل الله فهما حرام على النار. وإن من وسائل العتق كلمة لو قلناها الآن وأنت في مجلسك فقد أعتقت رقبتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الحاكم في المستدرك وصححه الألباني، قال: بأبي هو وأمي، من قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ثلثه من النار. فإن قاله مرتين أعتق الله ثلثين، فإن قالها ثلاث مرات أعتقه الله كله من النار. ووسيلة أخرى ما أحوجنا إليها اليوم، وقد طالت الألسنة في المجالس، في السيارات، في الدواوين، في المنتديات التي تنال من المسلمين أفراداً أو جماعات، ما أحوجنا إلى هذا المسلك، ألا وهو الذب عن عرض أخيك المسلم في غيبته. إن بعضاً من الناس اليوم لا يحسن إلا أن ينظر بالمنظار الأسود، يتصيد العيوب وينسى أطماناً من الخير. هذا الصنف قال عنه ابن القيم: من الناس من يشبه الذباب الذي لا يقع إلا على الجرح، ودورك أن تقعد لهم بالمرصاد. عبد الله بن المبارك جلس يوماً رجل في مجلسه يغتاب المسلمين، فقال له: يا أخي، يا رجل، هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: هل قتلت الترك؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك كل هؤلاء ولم يسلم منك أخوك المسلم. إذا وقفت موقف الذب عن عرض أخيك في غيبته، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والطبراني وصححه الألباني، قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار. وأما التي أختم بها الحديث، والمعتقات كثيرة، فإنها خاصة بأبطال المدفعية من المجاهدين المغاوير، لأن القوة تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
قال: ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. والرمي قديما بالسهام، ثم بالمنجنيق، ثم بالهاون، ثم أصبح اليوم بالصواريخ التي تزعج الأعداء وتحدث توازنا للرعب. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخص أولئك المجاهدين الذين يسدون ثغرة كبيرة عن الأمة. قال: ما من مسلم يرمي بسهم في سبيل الله. واسمع إلى قولي في سبيل الله، يعني لم يرمي رميته ثأرا ولا انتقاما ولا شغبا ولا مناكفة، إنما يرمي ابتغاء وجه الله ووفق منظومة تخضع للسمع والطاعة حتى لا تحدث الأمور فوضى. قال: ما من مسلم يرمي بسهم في سبيل الله فيبلغ العدو، يعني لابد أن يكون متدرب، لأن بعضا من الصواريخ وقذائف الهاون أتى عليها حين من الظهر كانت ترمى من البلد لتصل إلينا في المنطقة الشرقية في الشوك. قال: حتى تبلغ العدو حتى أخذ الأجر، لكن ليس شرطا أن تصيب. قال: ما من مسلم يرمي بسهم في سبيل الله فيبلغ العدو مصيبا أم مخطئا إلا كان له من الأجر كرقبة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها السادة الكرام، غدًا يتقدم طلابنا إلى امتحانات الثانوية العامة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الامتحانات على قلوبهم بردًا وسلامًا، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل لهم مستقبلاً زاهراً وفجراً باهراً في خدمة دينهم وشعوبهم وأمتهم. والأمر الذي أريد أن أنوه إليه في هذا السياق أن حالة من الطوارئ تحدث في بيوت المسلمين اليوم، إن كان في البيت طالب سيتقدم إلى امتحانات الثانوية العامة، فترى الأب في حالة من الانشغال والاهتمام، وترى الأمة في حالة من التوجس والخوف، رغبة في أن يوفق ولدهما في الامتحان، وهذا أمر محمود. ولكن السؤال: أين هذه المشاعر؟ وأين هذه الأحاسيس وتلك الاهتمامات؟ ونحن نرى الكثير من أبنائنا اليوم ينحرفون عن الاستقامة، فلا يكترث أب ولا تبالي أم، مع أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبين أن الخسارة الحقيقية، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فما أحوجنا أن نبدي اهتماما زائدا بأن يوفق أبناؤنا في امتحانات الآخرة، لأن هذه الامتحانات التي ترونها اليوم عام دراسي ثم ينتهي بامتحان، هو صورة مصغرة لهذه الحياة، حياة نكلف بها بالعمل، ويلزمنا الله عز وجل بالتكاليف والنواهي، ثم بعد ذلك يسدل الستار على هذه الحياة لننتقل إلى الامتحان، إلى ملاقاة الله ليحاسبنا على الصغير والكبير وعلى الفتيل والنقير. فأعظم الدروس التي ينبغي أن نأخذها ونحن نشهد فترة الامتحانات أن نتذكر انتهاء أعمارنا، ثم المساءلة بين يدي الله يوم القيامة. هذا ما فهمه ذلك الرجل الصالح يوم كان يدمن إمساك العصا في يده، دائما شايف يد عصاه، ونحن نعلم أن الذي يحمل العصا هو شيخ الكبير. قد كنت أمشي على ثنتين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الخشب، حتى أن رجلاً كبيراً كان يمسك العصا في يده، فقيل له: كيف حالك؟ قال: يا سائلي عن حالي خذ شرحها مفصلاً.
قد صرت بعد قوة تفض أكباد الحصى، أمشي على ثلاثة أجود ما فيها العصا. لكن صاحبنا هذا هو أنبه من هؤلاء جميعا، ما كان يحمل العصا لضعف. قيل: لماذا تدمر إمساك العصا ولست بشيخ كبير وما أنت بمريض؟ قال: حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أني تنحيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. فنحن في هذه الدنيا على سفر، والمسافر يحتاج إلى زاد. وإن من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها ما دمنا عن هذه الدنيا مسافرين، فيجب أن نتحلل من المظالم، لأن الله عز وجل يوم القيامة ينادي ويقول: وعزتي وجلالي لا تنصرفون اليوم ولأحد عند أحد مظلمة. وعزتي وجلالي لن يغادر هذا الجسر اليوم ظالم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهل يتذكر ذلك الموقف الذي سيحاسب فيه الظالمون من يتعمد اليوم خنقنا في غزة والتضييق علينا، حتى أن أعداءنا اليوم أصبحنا نرى عندهم من الرحمة ما لا نجده عند بني قرابتنا، من يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى جلدتنا. وإن هذا هو الذي يذيب القلب كمداً، من أجل هذا يذوب القلب في كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ولسوف تثبت لنا الأيام أننا نؤذى ونحاصر ونعاقب من قبل من ينتسبون إلى أمتنا ويتكلمون بلساننا أكثر من أعدائنا. عدونا في الحرب علينا مع أنهم أعداء، كانوا يستقبلون جرحانا ومصابين في الحرب ويفتحون المعبر لتدخل البضائع، ولكننا نجد من أبناء جلدتنا تشديداً وخناقاً، بل كلما فتحت فرجة تعمدوا إلى إغلاقها، حتى وصل بهم الأمر أن يحبسوا أموال الأيتام. وأنا على يقين أن لعنات المظلومين ودعوات هؤلاء الأيتام ستطاردهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه رجل يعول بنات وأمهن، فقال لعمر، هو مسؤول، عمر في موضع المسؤول، قال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أقص بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم يفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأمضينه. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسألن. يوم تكون الأعطيات منا، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. هذا في الذي يريد من المسؤول أن يعطيه، فكيف بالذي ينظر إلى المسؤول وهو يحبس عنه الخير ويمنعه حقه؟ فلا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن كان من تنبيه أريد أن أختم به هذا المقام، فإننا مقبلون على النصف من شعبان، وقد وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن فضائل شعبان، ولكن الأحاديث في جملتها أحاديث موضوعة أو ضعيفة. لذلك فإن العلماء لا يحبذون أن نخص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أن نخص نهاره بصيام، لم يثبت. والعبادة لا تؤخذ إلا عن طريق الهدي، بالاتباع وليس بالابتداع. والأمر الآخر، ورد حديث نريد أن نأخذ منه العبرة اليوم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله عز وجل إلى خلقه فغفر لهم جميعاً إلا لمشرك أو لمشاحن. فالذين يحرمون من بركة النصف من شعبان هو المشرك والمشاحن. ولا تحسبن الشرك أن تعبد صنماً، فقد كانوا قديماً يعبدون أصناماً حجرية، ونحن نرى اليوم من الناس من يعبد أصناماً بشرية،
إياك أن تجعل الغراب لك دليلاً. لذلك قالوا إذا كان الغراب دليل قوماً يمر بهم على جيف الكلاب، لأنهم سيبرؤون منك يوم القيامة، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وأما الثانية فلا يغفر للمشاحن الذي في قلبه غل وحقد وحسد وبغضاء على إخوانه المسلمين، لأن الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربتنا وقو شوكتنا وارحم غربتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اجعل لنا ولإخواننا المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، والقف بنا وبهم فيما جرت به المقادير. اللهم يسر أمور طلابنا، وافتح عليهم من فضلك العميم وخيرك الجسيم، واجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة، أن تنتصر لنا ممن ظلمنا ومن بغى علينا. اللهم عليك بمن آذى المسلمين، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم حقن دماء المسلمين في كل مكان، وهيئ لنا قائدا ربانيا يقودنا لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.